الحلقة دي خطر عليك يا معجب أو يا معجبة، مهما كنت تقيل أو تقيلة، أو مهما كنت يعني عامل احتياطاتك أو أنت عاملة احتياطاتك عشان محدش ياخد باله يعني، فنحب نقول لك إن إحنا هنكشفك في حلقة النهاردة. أيوه هنكشفك، يلا بينا. أهلا بيكم أجمل عيلة وأجمل ناس في الدنيا، بشكركم جدا على تفاعلكم وكلامكم الجميل والرهيب اللي أسعدني ودايما بيسعدني. يا ريت كده الجديد يعرفنا بنفسه سريعا عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة محمد أبو زيد ده على اليوتيوب ونفس الاسم على الفيسبوك يا ريت تشترك، وعندنا لايف ساعة كاملة الساعة 9 بتوقيت مصر الليلة على الانستجرام، وبعدها بساعة على الفيسبوك برضه ساعة كاملة. اللي يحب ان هو يقرب مننا وينضم لنا الروابط دي في التعليق المثبت وفي وصف الفيديو، في أول تعليق ووصف الفيديو، تشرفونا وعلى دماغنا وخلينا نتفاعل وندردش طول الليل مع بعض اللي يحب يعني. الحلقة دي مهمة، وأنا زي ما قلت لكم حلقات التوعية أنا جبتها بناء على أسئلتكم ليا على الخاص أو حتى في التعليقات، بشوف إيه اللي بيدور في بالكم وبعمل لكم حلقة عامة عشان أكبر قدر يستفيد. 6 علامات موجودين في أي شخص كبير صغير، ثقافته أيا كانت، بيئته رجل او امرأة، موجود 4 منهم وانت مغمض. اقول لك الشخص ده مش معجب بيك، ده مهووس بيك، هيموت عليك زي ما احنا بنقول. 4 بس من الـ6. نبدأ بأول علامة. أول حاجة الابتسامة بكافة أنواعها. الشخص ده يعني يا إما بيبص لك ويبتسم، يا إما ساعة ما أنت بتحضر أو تتواجد بتحس إن في ابتسامة صغيرة عريضة أيا كانت بقى، المهم إن بتحس إن وشه مبتسم، يبقى دي علامة. تاني علامة النظرة المطولة المتفحصة. ازاي بقى؟ الشخص ده ساعات كده تلاقيه او تلاقيها عادي يعني يجي يبص لك، يجيبك زي ما احنا بنقول من فوق لتحت ومن الشمال لليمين ومن اليمين للشمال، يتفحص، تحس ان هو زي واحد بيدقق في حاجة كده عايز يشبع منها، عايز يعرف هي مرسومة ازاي ومعمولة ازاي. دي نظرة مطولة متفحصة. والعلامة الثالثة ممكن تكون شرود، نظرة شرود، ودي بتحصل اكتر، حتى علم النفس يؤكد، للبنت بقى. يعني الشرود دي تلاقي البنات هي اللي تقع في العلامة دي او يصدر منها الفعل ده اكتر من الرجال بمراحل. البنت ممكن تحس ان هي معجبة بيه اول ما تلاقيه، حتى لو قاعدة مع اصحابها او حد حتى مهم، سرحت شردت كده لدرجة ان هو ممكن يلتفت فجأة يلاقيها سرحانة، تيجي على طول هي تحاول ان هي ايه تضير وشها او تبص هنا او تعمل نفسها ما كانتش مركزة. ولكن العلامة دي من العلامات القوية ايضا في حلقة النهاردة. شوف انا اقول لكم على حاجة، انتوا بتزعلوا وانا بعمل حلقات اهوت وببذل فيها مجهود عشان اراضيكم وما ازعلكمش، انا طالب منكم حاجة واحدة بس، تدوسوا لايك عشان كل الناس اللي طلبت مني سواء على انستجرام خاص او فيسبوك حاجة عن النوعية دي، انا والله ما عارفة معجب بيا ولا مش معجب، او انا صارحها او صارحه، حلقة هتوفر عليكم. دوسوا لايك ما تبقوش بخلة، مش هتخسروا حاجة يعني. العلامة الرابعة بقى محاولة لفت الانتباه. محاولة لفت الانتباه دي هتيجي خلي بالك بنوعين، يا اما يحاول يستعرض نوع من الاستعراض، يضحك بصوت عالي، ينادي على حد بصوت عالي، يتكلم بصوت عالي، يحكي عن موقف او مواقف بصوت عالي، او خلي بالك بقى الحتة اللي كتير ما يعرفهاش، يتجاهلك بشكل عنيف من غير سبب. الشخص ده انا ما عملتلوش حاجة بس اول ما يشوفني احس ان هو متجاهلني، هو في ايه؟ مش انت دي بتحصل كتير؟ احب اقول لك بقى ان دي من العلامات القوية جدا اللي تؤكد ان الشخص ده معجب بيك. واحنا لما بنتكلم حتى عن الابراج وضحنا الابراج اللي من سياستها لما تعجب قوي، ولا سيما الابراج الترابية بتلجأ للأسلوب ده، بس احنا في حلقة النهاردة مش بنقدم لك أسلوب واحد، ده احنا بنقدم لك 6، لو 4 موجودين خلاص اتأكد. العلامة الخامسة بقى الارتباك الشديد، يعرق، يتلجلج، مكسوف، مرتبك، خجول، مش عارف هو بيعمل ايه، مش عارف هو بيقول ايه. ده في بعض الناس وهي بتمشي تلاقي الوزن المشية بتاعتهم مش متزنة في حضور الشخص اللي هم معجبين بيه، واحنا هنا بنتكلم عن الاعجاب القوي، مش الاعجاب اللي هو يعني اعجاب مبدئي ده، احنا بنتكلم عن الاعجاب القوي، اعجاب حتى انا كاتب في العنوان يؤدي الى هوس في النهاية يعني. ارتباك في نبرة الصوت حتى، يعني جرب اتكلم معاه كده، دي من العلامات القوية. لجلجة، ينسى، بيدخل في مواضيع ويطلع في مواضيع ومش مرتب ومش فاهمين، تبقى واضحة.
العلامة الستة بقى، ودي قوية جدا ويفعلها الشخصيات الجريئة أو اللي جابت آخرها زي ما احنا بنقول عايزة توصل لك بأي طريقة، وغالبا ما يفعلها الرجال يعني بطبيعتهم لأنهم رجل، الأنثى بيبقى صعب عليها إن هي تبادر بالعلامة دي، هو اختلاق الكلام معاك أو اختلاق المواقف صدفة معاك، عايز أتكلم معاك أفتح معاك أي حوار حتى لو أنت مالكش علاقة بيه، اكلمك في السياسه وانت مش بتاع السياسه، لو هو ولد ممكن يروح يقول لها شفت الاهلي والزمالك، شفت الاهلي عمل ايه الليله، وهو عارف ان هي ملهاش في الكوره، المهم تحس ان هو بيفتح مواضيع وبيطول في الكلام على قد ما يقدر، وزي ما قلت لكم دي يعملها الشخصيات اللي هي الاجرى شويه يعني، ودي بتكون علامه قويه جدا ان هو عايز يقرب المسافات وعايز يقتحم الفجوه اللي بينكم ديت، وعايز ان هو يعني يوصل لك الايحاء او الاحساس بتاعه بشكل دايركت بقى، يعني عايز خلاص يتكلم مش هنقضيها نظرات، في ناس بتزهق وفي ناس ما عندها الصبر، وتلاقي الرجال النارية هي اللي فيها الحتة دي باعتبارهم مندفعين في مثل تلك الامور، هو زي ما احنا بنقول كده بداعي وبدون داعي، هو ما يعرفهاش ولا هي تعرفه ولا عمرهم يتكلموا مع بعض، ويجي جنبها كده الحركات بقى بتاعت الافلام العربي القديمة دي، الساعة كام، والله الجو النهاردة حر، مفيش معاكي منديل، مش عارف والله اروح منين على منين يودي فين كده، طب اركب منين عشان اوصل لمنين، دي حركات شائعة اوي قلت لكم يعملها الشباب وقلة من البنات اللي هي اللي عندها جراءة يعني، او اللي هي بتبقى جريئة في بطبعها شخصيتها قوية، او وصلت عندها مرحلة الاعجاب للذروة بقى عايزة تلفت نظر ابو الهول ده من الرجال يعني، وتخليه ينطق بقى لانها اتعلقت بيه تعلق غريب. الست علامات دول اي 4 علامات منهم، اقعد مع نفسك او اقعدي مع نفسك، انا بسهل عليكم قوي في سلسلة حلقات التوعية دي، اقعد مع نفسك شوف موجود منهم 4 وانت مغمض، الشخص ده معجب بيك والقرار ليك بقى، عايز تقرب المسافات وتشجعه دي ترجع لك، عايز تبعد عنه دي ترجع لك، عايز تتقل عليه شوية وتجننه براحتك، كل واحد مننا بقى على اختلاف شخصيته وفلسفته اللي بيتعامل بها في المواقف اللي زي دي. بفكركم يا بخلة تانية اللي ما بتدوسوش لايك دوسوا لايك عشان الحلقة توصل لأكبر قدر من أصدقائنا، طبعا انتم مش بخلة، اقسم بالله انا عيلتي من اكتر يعني العائلات كرما يعني، انا بهزر معاكم ومفيش فرق بيننا، انتوا اهلي وناسي يعني. الساعة 9 النهاردة منبه تاني عندنا حلقة او لايف بقى لمدة ساعة، كل الاسئلة دردشة وهزار وضحك، بصوا بقى انا بجيب كوباية الشاي او النسكافيه وبعيش معاكم بقى اي اسئلة، ونهزر ونضحك ونتكلم نقرب من بعض اكتر، بعدها بساعة على الفيسبوك على طول نفس الكلام، اللي يحب ان هو زي ما قلت ينضم لنا الروابط دي في التعليق المثبت في اول تعليق ووصف الفيديو، تشرفوني وتنوروني، هتوحشوني بقى على ما نلتقي في اللايف.